عايز تشترك في الصفحة الرسمية لنقابة المحامين وتوصلك كل أخبار النقابة العامة والنقابات الفرعية أول بأول؟ كل اللي عليك إنك تكتب في سيرش الفيسبوك أو جوجل نقابة المحامين وتضغط على زر أعجبني وتعمل متابعة ومشاهدة أولاً لتلقي الإشعارات وتوصلك كل الأخبار وقت نشرها. ومن خلال الصفحة هتقدر تتابع جميع بيانات وأخبار النقابة العامة الصادرة من النقيب العام والمجلس وبيانات وأخبار النقابات الفرعية، وتستفيد من خدمات الكتب القانونية وكل ما يهم السادة المحامين إلى جانب أخبار المحاكم. كمان هتتابع معانا المقالات والفيديوهات التثقيفية. وتقدر تبعت لنا أسئلتك ومقترحاتك في رسالة على الصفحة وهنكون سعداء بالرد عليها فوراً. وبنقدم لك نفس الخدمات دي عن طريق الموقع الرسمي لنقابة المحامين www.egyls.com. وتقدر كمان تعمل لنا متابعة على منصة تويتر وتشارك معانا برأيك وكل أسئلتك. ومن قلب الحدث هتقدر تتابع من خلال الفيديوهات المرفوعة على قناتنا باليوتيوب المحامين تيفي جميع اللقاءات والتقارير المصورة وكل محاضرات معهد المحاماة. كل اللي عليك تضغط على زر سبسكرايب وتفعل جرس التنبيه ليصلك كل جديد. ولأن فريق المركز الإعلامي لنقابة المحامين حريص أن يوصلك في كل منصات التواصل الاجتماعي، بنبعت لك نشرة يومية في نهاية اليوم وأخرى أسبوعية في نهاية كل أسبوع بأهم الأخبار على الرقم 010-9959-5404. كل اللي عليك تبعت كلمة اشتراك على الرقم ده. وكمان بنوفر لك تطبيق نقابة المحامين على جوجل بلاي، ومن خلاله تقدر تتابع آخر المستجدات والأخبار، وعن طريق التسجيل برقم قيدك تقدر تتابع حالة القيد والسداد والرعاية الصحية. يسر فريق المركز الإعلامي تقبل آراءكم ومقترحاتكم للتطوير وبناء عهد جديد.